نتوءات تظهر في مناطق جلدية بجسم الإنسان تغير مظهره وعادة ما تستمر وتكون مزعجة، تحدث بسبب الإصابة بالفيروس الحليمي البشري HPV، ويشير ظهورها إلى خلل في عمل الجهاز المناعي. إنها الثأليل. مشكل فيروسي عدوى تكون على سطح الجلد بسبب HPV وما يعرف بالورم الحليمي البشري. توش توت لي بيرسون منشوفه بزاف عند الاطفال اللي تراوح عمرهم بين 5 و 15 سنه في لي كوليكتيفيتي لي جون لي ديرو سبور لي تابي دو سبور ولا بور دي بيسين aussi. وللتأليل أنواع عديدة تصنف بحسب شكلها وأماكن ظهورها بالجسم، ينتقل بعضها عبر الاتصال الجنسي، لكنها غالبا ما تظهر على الأصابع واليدين والقدمين. تأليل الشائعة ولا ليفيرو فولغار شوفوها سورتو او نيفو دي ما، ظهر اليد، الأصابع ولا حول الأظافر، لي زون وين كاين بوكو دو ميكرو تروماتيزم، سادير بزاف جروحات الأشخاص اللي يقدموا الأظافر تاعهم ولا شي لي ميكانيسيان اي بوشي. عندنا نوع واحد آخر منتشر جدا عند الأطفال ولا النساء اللي هي تأليل المسطحة ولا لي فيغو بلان، تجي صغيرة جدا عندها لون وردي ولا أصفر تخي كلير، تجي اون جروب كوم سا، مجموعات كبيرة ومنتشرة معدية جدا. لي فيغو بلونتيغ هادو ما سون ان بو ديفيسيل ا تريتي، علاش جايين داخلين يدخلوا كي المسمار ناتج على الضغط اثناء المشي عليها. ونوع واحد اخر اللي ما نساوهش تري كونتاجيو اوسي لي او نيفو دي بارتي انتيم ولا فعاليه تناسليه، فو لي تريتي رابيدمون غير يجو باسكو ينتشروا بسرعه ويقدروا يعديو. تأليل غالبا هي ليست ضارة لذوي المناعة الجيدة، فيما يكون ذوي المناعة الضعيفة الأكثر عرضة لذلك، ومن النادر جدا تحولها إلى أورام خبيثة. هو ورم حميد وليس سرطاني كما نعرفوه، إلا في بعض الحالات اللي قلنا فيهم الأمراض التناسلية اللي كونديلوم يتحول إلى سرطان الرحم. العلاج تاعو جينيرالمون سهل، سواء نديرو لازوت ليكيد اللي معروف بالنيتروجين السائل، ولا يقدر يكون تاني الكي عبر الحرارة بالكهرباء، ولا خاصة بالليزر. هناك من يلجأ إلى علاج التأليل بأعشاب أو وصفات بمكونات طبيعية، غير أن في بعض الحالات قد لا يكون ذلك هو الخيار الأمثل للتعامل مع هذا النوع من المشكلات الجلدية. كان عندي تلال في يدي جنيني، من بعد مرت خويا ورات لي هذه الأعشاب، ورات لها مرأة كبيرة كورح لي، كان عندي بزاف هذه بقات لي صحح لي كاع. كاين اللي يستعمل الحليب تاع الكرموس، كاين اللي يدير نبتات واحد اخرين كيما الدفلايتو، سا با اتري فيكاس سورتو كي تكون اون سول فيغيو ولا في اليد لا بو تكون ايباس، ما كاش يقدر يعني الواحد يجرب. مي ما ننصحش بها سورتو الا كانت لي فيغيو يكون في مناطق حساسه مثل الوجه حول العين في المناطق التناسليه. قد يستهين البعض في علاج مشكل التأليل، إلا أن استشارة طبيب مختص ضرورية ودون تأخير.